نحن كجماهير الحراك من أم البواقي نرفض كل ما جاء فيه خطاب بن صالح، ونطلب برحيل بن صالح وبدوي واختيار أسماء يفرزها الحراك لمرحلة انتقالية. خطاب بن صالح يعتبر خطاب مستفز للشعب، ما يحققش التطلبات نتاعو، وبن صالح يعتبر جزء من المشكلة ليس جزء من الحل. المشكلة هي في رحيل الباءات اللي باقية والشعب راه رفضها. الهوية لا تطلب بل تصنع، تصنع عن طريق العلم، عن طريق الأخلاق، عن طريق التعلم إلى غير ذلك، وليس لدينا أي شك في هويتنا الأمازيغية. لم نخرج من أجل ذلك، لكن من أجل تغيير النظام الذي قام بتبديد ثروات البلاد. حراك مبارك ومتواصل. بالنسبة للخطاب الذي فاجأنا به بن صالح عشية الأمس، كنا نعتقد أن الأمور تمشي نحو الحل ويستجيب لمطالب الشعب المتمثلة في رحيله ورحيل الحكومة، لكن خيب أمالنا ولم يأتي بالجديد، ما زالت المطالب على حالها، هي رحيله ورحيل حكومته والإتيان بشخصيات يختارها الحراك لتمثيله في مرحلة انتقالية قصيرة جدا ومحددة المآلم والأهداف، وهي تنظيم انتخابات حرة ونزيهة عن طريق لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها. نتمنى من قيادة الجيش أن تأخذ مطالب الشعب بعين الاعتبار وأن تفصل في الأمر.